مع حضراتكم ضيف الكريم المهندس محمد فرج عامر. ايه الصفقات الجديده سموحه السنه دي؟ الدوري الموسم الجديد افريقيا ودايما بتفاجئنا بلاعيبه من افريقيا. والله لسه ما فيش حاجه انتهت. احنا لسه ما فيش حاجه. لا بتعمل اتصالات دلوقتي؟ عملنا اتصالات. اه وفي كشافين؟ لا يعني منين ولا لسه؟ احنا؟ اه احنا جايين. ايه المفاجأة؟ لا ما هو المفاجأة غير الاهلي. لا من الاهلي ومصر كلها، احنا جايبين ناس من مصر كلها، بناخد ناس صغيرين، عندنا عدد من الناشئين طبعا، عندنا ولدين في منتخب صغير ننتظر منهم مستقبل كبير قوي، او ثلاثه او اربعه ننتظر منهم مستقبل كبير قوي. مشينا الافارقه اللي عندنا معظمهم، احتفظنا بعبد الكبير الوادي طبعا اللي هو النجم المغربي طبعا، كنا واخدينه عاره تقريبا مجانا، و كنا حاطين شرط 2 مليون جنيه. عبد الكبير الوادي لعيب كبير قوي احتفظنا بيه. جبنا واحد مهاجم مميز جدا السنه دي جاي من انجولا، وجبنا برضو واحد دولي اعتقد انه من كينيا. الانجولا ده جبناه فري يعني انتقال حر. جبنا 2 لاعبين هيكونوا مفاجاه في مصر هنا، انا اللي اشتريتهم. ثلاثه انا اللي اشتريتهم بارقام بسيطه جدا، بس اتوقع يعني. منين؟ ما هو هقول لسيادتك، مش العبره هتشوفهم في الملعب. آه. يعني جبنا ثلاثه منهم يعني ناس هتبقى هايله هايله. من جوه ولا من بره المفاجاه دول؟ لا من انديه صغيره، من انديه صغيره. وجبنا اشترينا واحد من سيراميكا كيلوباترا. مساك كان مطلعه اعاره. بس كده. وفي فين تاني؟ وفضل قدامنا 2 لاعبين وخلاص. بس ان شاء الله ان شاء الله هنبني فرقه كويسه، وهنعمل تبادل، جايز يحصل تبادل في لاعب. جايز يحصل مبادله. وبعنا لاعب لبلد عربي، بعنا لبلد في الخليج، بعنا 2 في الخليج، دوله عربيه. بعنا 2 في الخليج، وغالبا في واحد تاني برضه هنبيعه بره. واخد بساتك. وفي واحد هنطلعه اعاره برضه كده، يعني في النهايه هنبقى بايعين اكتر بكتير ما ايه ما احنا مشتريين. هايل. الكاس مع استمرار ولا مع الالغاء؟ طبعا انا مع الاستمرار. مع الاستمرار. انا ضد اي مسابقه تقف. اي مسابقه تقف ده ما يوجبش انها تقف. الكره المصريه يجب ان، والرياضه المصريه يجب ان تكون منتظمه زي اي دوله عالميه متقدمه جدا، تقام في مواعيدها وتنتهي في مواعيدها. احنا طبعا الظروف كتير، اتاخرت المسابقه، اتاخرت البطوله، بس انا ضد توقف اي بطوله. يعني انا شايف ان اي بطوله تبدا في مصر يجب ان تنتهي كما بدات، يبقى في بطل. فانا مع ان المسابقه تقام. وبرضو الدوري العام انا مع انه يقام بنفس قواعده السابقه حتى لو ضغطنا نفسنا. لان احنا كان القرعه النهارده وتاجلت. احنا دوله كبيره. دوله محترمه. ملتزمين في كل شيء. لازم يكون الالتزام في كل حاجه. فما ينفعش المره دي اعمل الدوري من دورين، المره الجايه من دور واحد، بعد كده من مجموعتين. لا، البطوله تقام كما زي ما هي، زي ماشي ما هي. انت حضرتك بتشوف او زي ما اتعودنا عليها. زي ما اتعودنا. حضرتك مع ده؟ انا مع ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي يا احمد بيه، هقولها لحضرتك. احنا في كره القدم عاملين نظام ظريف جدا جدا. النظام ايه؟ وده بيتطبق بره، ان انت تاخد على قد ما تلعب. يعني اي اتفاق او اي عقد او اي حاجه بيبقى مشترك في النادي، في سموحة. في سموحة. بيبقى مشترك بتاخد على قد ما تلعب. ما تلعب انت طموحك ايه؟ انت عايز ايه؟ انت لو لعبت كذا ماتش هتاخد كذا. انت لو جبت 10 اهداف هتاخد كذا. انت لو احنا بقينا المركز كذا هتاخد كذا. كل حاجه مربوطه بنظام. هات وخد. يعني خدت بسيتك. فبالتالي حضرتك كله بيدي أكتر. كله بيدي. فالعبره بقى ايه؟ انما انا باجي ادي كده مبلغ كده واقول له، ده يقول لي انا عايز كذا، وده انا عايز كذا، وده انا عايز كذا، الدنيا مش هتمشي. ياخد الفلوس وينام لي بقى وانا كده وكده. لا، احنا غالبيه الناس، احنا اول بندفع مبالغ بسيطه جدا. يعني احنا التوقيع تعاقد، لا في كله اللي احنا العقود نفسها. يعني انا واحد في سموحه بياخد كده، مش هتصدق. ما انا مش عايز اقول كده عشان مش هتصدق، ما حدش هيصدق. بس فلوس يعني كام؟ ايوه كام يعني؟ مش هنصدق بس كام. اغلى لاعب خد 2.5 مليون جنيه.
في سموح اغلى واحد، اغلى واحد خد 2.5 مليون، 2.5 مليون جنيه. بس في بقى انسنتيفز، حوافز. لو انت عملت كذا هتاخد كذا، لو انت عملت كذا هتاخد كذا، لو انت عملت كذا هتاخد كذا. وجايز ال 2.5 بتوصل قدهم مرتين مثلا. لا ده بما فيه ايه، ده ال 2.5 ده بما فيه الحوافز. بعد كده عندك لائحه.